يا شباب، فيديو جديد من حلقة جديدة من لعبة ذا ميديوم من سلسلة أنا المنبه. فخلينا نعيّن المنبه ونبلش اللعبة. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين احنا اخر مرة وصلنا لهي المنطقة. ف تقريبا هاللعبة انا بعرفها، يعني مش كل الاشي بعرف فيها، بس يعني على اوكي عشان نكمل المرحلة لازم نقدم لك قدام عشان المشهد. معلش يعني هاي اللعبة بعرفها. بسم الله نختم كلها تمام مع بعض ان شاء الله. اوكي، طبعا هذا الكشاف ليش هنا؟ الله اعلى واعلم. شبح حطه واحد كان موجود هنا من قبل، بعرفش يعني الاشباح بقدر اتحكم في الشغلات الخارج عالم الموت، بعرفش انا. اوكي، لازم نروح على الجرس. تملك نفسه لطيف مسكون. Calm your ass down and answer the bell. اوكي، يعني معناته الاشباح بقدر تتحكم في البشر، عند البشر الطاير هيك. اكس اها، نفس الطابة اللي كانت عندنا في الغابة. بكنا عالم الموتى. اوكي، كمر شغالي. لقد أفزعتيني. معلش على الجودة الضعيفة عندي لأنه الشاشة عندي ضعيفة. اسمع حزن. اوكي، ماريان. ماريان اسمع حزن، اسم غريب. صح. I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me. فاك تذكرتها. اها. But I don't remember what it was. اها. عندي اصحاب. I used to have a lot of friends here. تذكر حلقة الماركت اللي شفنا مجزرة في الحذاء؟ الله يكرمكم، لما فتحنا أصوات الناس طلع في مجزرة صارت هنا. هي بتعرف. إذا تعرف إيش صار معهم، بس هي مش راضية تجاوب. اختفت. صح. Place must have been. Oh yes, so busy. People coming and going all the time. Always someone to play with. Uh-huh. Must have been nice. كان يعني معب، كان المنطقة معبي ناس. ليس بعد الآن. So, tell me. ردت قالت له شو صار غمر عشان. هي بيها بتتذكر. توقف عن القدوم. اها. أصبحوا حزينين جدا وغاضبين جدا. الظاهر اشباح اللي بتحكي عن اشباح، هي بتحكي عن اشباح شكلها. I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen Marianne? احنا تذكروا احنا بنبحث عن توماس. لبعض الوقت. يا الله. اوكي اوكي. But I need your help first. Yes. Yes. كيفت. توماس. ركزوا يا شباب في الموسيقى.
الظاهر هذا إشي مهم توماس معناه. تذكرت الطابق الثاني. أوكي الطابق الثاني مقصور. درج فوق مقصور. يب يب الدرج مقصور من فوق. لازم نروح طريقة معينة. لازم نروح. طيب بما أنه وصلنا هان قم بحزن في طب قابل حزن الأسانسيل. حلو شغال. حزن. I wished I knew her real name. أها. أتوقع إذا عرفت اسمها الحقيقي بتقدر تحررها زي جاك. Shit. Okay, Marianne, just take. لنفسا عميقا وحسب. استخدم بي. أوكي هاي فصلنا حنا عن الجسد. حلو حلو. طيب هذا عمل هيك محتاج طاقة صح؟ يب محتاج طاقة. محتاج طاقة عشان نعمل الطاقة لازم ندور لازم ننزل تحت. خذ في stay under for too long and it just pulls you in. اوكي هاي اذا فصلت روح عن جسد لفترة طويلة بتموت. فانا لمحت الطاقة. هنروح نجيبها على السريع. حلو حلو رجعنا. بس اتوقع لازم نفصل عشان او لحظه شوي بدي اجرب. لو عملت لو ضربت الطاقه من هان ما بينفع. لازم لا نفع. ايه حلو حلو فقط لازم اطلع. خلاص منيح هذا هيك فقط لازم ارجع اخذ مره جوا عشان افعل الطاقه. أين ذهبت؟ بس نشوف قبل ما نروح على المنطقة في ممر. كي هذا باب مسكر وهنا مسكر. طيب في إشي ثاني هنا مو إشي مهم؟ ما في إشي مهم بس إيش هذا؟ هذا الدرج اللي ما قدرنا نطلع له. وفيها ممر طويل. إحنا نروح على الممر الطويل. لأن هاي منطقة مسكر هي. خط احمر يمكن هاي منطقة مسكرة. المهم طريق من هنا طريق من هنا. قول في مشهد. حشرة. في عالم الموت الحشرة هاي. اوكي في هنا طريق مسكر. Okay. Not getting through here. لازم افتحه. لو انا بقدر افصل روحي عن جسد بقدر اتحكم في الجسم العادي كان فتت يعني بس بقدرش. اوكي اي عرفت هذول الحشرات. اوكي حمينا عنه. حلو. I didn't even know I could do that. لازم افصل حالي هان. ايش في هنا؟ ايش في شيء هنا؟ المفتاح. اوكي حلو. مفتاح الباب اللي ما عرفنا نفوت عليه. نرجع. في شيء هنا؟ لازم نجيب سكين عشان نفتح الممر هذا. اوكي وصلت. لازم نروح على الباب. اوكي حلو قلت بس في شيء. هذا الممر اللي بودي عند الحشرات المحل الباب الجلد اللي راح نمزعه. احنا ندور على سكينه ضروري.
عايش تركيز من هنا يعني مش فاهم شو في شي مهم. انا ناسي اني بقدر اعمل هيك يعمل اسكان عشان يشوف اذا في شي مهم. شوف هان برضو في شي مهم هان. اوكي اوكي لا هان ما في اشي مهم. لحظة شوي ما في اشي مهم هان كمان. ايش هاي وين بتودي هاي؟ ما بتودي محل. في شي مخفي؟ لا اها في هنا مكالمة. اوكي لحظة هاي اللي كنا نطلع عليها. اها الممر يعني من هنا. اوكي بس في ايش في اشي هان؟ لو فصلت حالي بقدر اطلع؟ لا ما بقدر اطلع. طيب نشوف المكالمة على السريع. Yes, I'm working on it. Yes, I know. I just... Yes, I understand. Just give me some time. A few days. You'll get what you want. Ugh, that voice. I don't know why, but it gives me... هذا وراء إن هذا الموضوع هذا الزلمة. خلينا ننزل. اوف اوكي يعني مش منها تعطي شعور بالبرودة. ذكريات أسى. اوكي هي مصدر طاقة. The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. في شي ناقصها. اوكي ايش هان؟ An old prescription. وصفة قديمة. I know these drugs all too well. هات اشوف الاسم روسلا انا. اوكي 41 تاريخ الميلاد. اوكي عندها اكتئاب وعولجت بصعقة كهربائية. عد ملئ 6 مرات. 6 مرات الشرب يعني الأدوية مش فاهم أنا. يعني في باكت واحدة عندها حالة اكتئاب. علاج لها. Some objects soak up moments from the past. شباب لحظات الماضي. Squeeze in the right spot and let it pour out. كما كانت لحظة يعدي الدماء. اوكي. Sunflower weary of time. For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky. اوه هذه عندها اكتئاب. Please. It's the least I can do for all the good work you do around here. هذا اللي عنده اكتئاب. An actual happy memory. So there's more to this place than just doom and gloom. لحظة هي قالت انه هاي منطقة فيها اسى وحزن فلما شافت هذا اللحظة قالت هاي فيها فرحة اكثر من في اكتئاب يعني المنطقة هاي ففي اشي ناقصها فلازم نروح نشوف ايش الناقص. اتوقع من هاي الطريقة صح؟ هاي في اشي هان؟ في اشي هان دوكي ضلنا ماشيين. كيف في هنا برضو هاي لازم اقطعها بسكيني. هاي لازم اقطعها بسكين صح؟
جلد صح انه ما عرفتي؟ لازم نفسر. الظاهر ما بتحكي عن حالة في العالم الموت، بتحكي عن حالة هناك في العالم البشر، انها تتوجع يعني يصير راسها يوجع يعني كذا يمكن. اها طيب صح احنا منموت هنا احنا على فكرة لازم الله فيش اشي مهم خلاص يلا يلا نروح هذيك مباشر فيش اشي مهم طلع طب ما تفوت على الشباك وخلص اي جلطة في وردة عباس شمس كيف ما انتبهت لها شنو هيا بيش باي شي هنا لحظة شو ها استغفر الله العظيم اوكي في دم هنا صح ياه كل هذا الدم هذا شباب هيك صار فيه بقدر احكي في العالم على اليوتيوب احضر هذه الكلمة عار ندم يا عمي في اشي ناقص هن في اشي ناقص هن الظاهر في لرجعة في لغز هن لازم نرجع له لازم نرجع يعني من هنا يضل نجيها من هنا يب بعد ما نمزح هاي والله كي عن جد هي لا بتيجي هان بكفي باب اوكي مزبوط والله طلعت هي This could be useful. The light of a memory strong enough to defy this place. دور شمس جاف هذا الهدية للدكتور اللي مش عارف اذا هو دكتور ولا لا اللي اعطى الممرضة هدية هذا الورد نفسه فاي عشان تعزز الذكرى تخلي الطاقة أكثر نستعمل هاي حسب ما فهمت هيك صح نأكلها You want me to read you another one, darling? Oh, look at this mess. Don't worry, I'll clean you up in no time. I'm here for you, my love. Okay. This man, Tarkovsky, he ended up as her patient? أريد عندها
يا مريض عنده يا كبر في العمر. انا هيك حاسس ان كبر عمره بتدير باله عليه. يمكن ايش نعمل هسه؟ احنا جينا هنا ما في شيء نعمل صح؟ نرجع في شيء نعمل. نرجع عشان نفعل الطاقة، نزيد الطاقة، التجديد يعني الطاقة. مش عارف ليش بيظن عيد في الحكي. انا لازم احط هاي هان طاقة كبرت. حلو، ظن ماشيين معناها. هذا المنطقة اللي نزلنا منها احنا. احنا ما مننا ننزل، ما مننا نكمل طريقنا. ظلنا ماشيين. حلو، تجنبناهن. في ممر احنا ما رجينا، لازم نمزع الجلد منه. اوكي، لازم نمزع الجلد. مش عارف اذا هو نفسه ولا يمكن راح ننزل له يعني، او نطلع له. صح، احنا كفزنا لتحت يعني، هسه نطلع فوق كمان مره. فالظاهر ان نرجع الممر اللي كان مسكر، اللي كان مسكر بالجلد. اتوقع احنا طلعنا الطابق يعني احنا كنا في الطابق الارضي. اوكي، هو صح. طلعنا منين؟ طلعنا من درج ثاني. احنا هيرجعنا لنفس المنطقة. امزع بس. والله صعب تمزيع هاي. يلا. انا المشكلة الطاقة هاي ما بتقعد، يمكن تخلص علينا واحنا هنا. يوم ما اكثرهن. الحمد لله كفت الطاقة. الطاقة كفت. اوكي، بقدر افوت. حلو. ايش هاي؟ في مشهد. مانجر ها؟ مدير. توماس مدير. اوكي. سادنس. We gotta stop meeting like this. I told you to follow me. Take it easy, Sad. This place is huge. It's easy to get lost. Just stick with me. Okay. زعلت. I'll stick like a tick. You're funny. This Thomas Rekovich. Rekovich. بدك تعرف اسم الكنية. Listen, hon. You said you remembered someone named Thomas. Was it Thomas Rekovich? Was he the manager here? I guess. ظن يعني هي مش متأكدة. هي مش متأكدة إنه توماس هو نفسه المدير ولا لا. كان هناك رجل كبير في السن مؤخرا. أعتقد. And you think it was Thomas? Oh, I don't know. مش عارف. Old men all look the same, all wrinkly and old. شباب انتم ملاحظين اواعيها عليه فراشي، رسمة فراشي اواعيها. بجوز لها علاقة في مريان، لأنها مريان بتحب الفراش، وهذا في موجود في البيت بيت المحن في فراش محنط ودنيا في لها ذكرى فيه. Hey. That's not very nice. Well, if he's still around,
هربط اوكي كاميرا شغالة ما فصلت باقي في مشكلة في الكاميرا ذا تفصل هيك متوضع تمام طيب ايش هذا اثر على توماس عقب مكتب توماس اوكي احنا لسه مش شايفين توماس يكاد يكتمل انتهى المبنى الرئيسي بشكل افضل من المتوقع المبنى لم تظل لنا سوى مسألة انهاء الاجزاء الاقل وضوحا في المنتجع يا ربي كم ان هذا المكان مثالي معزول ساكن خفي عن العين المتطفلة اوكي توماس هو المؤسس المنتجع old invoices outdated documents wonder why someone put them out here فيش اشي مهم فيهن يعني فيش اشي مهم فيهن هذول الورق الا الرسالة هاي رجل مسن مبين علينا زي معصب مع اغراض بفوت على غرفة وهي علامة الفراشة ها الفراشة اللي عليها زي اجنحة هي اكيد سادنس اكيد سادنس هاي لانه قلت لكم في رمز فراش على وعيها فاتوقع هي الرسمة هاي الرسمة وهي الرسمة لقيتها برضو تحت برضو لها علاقة بسادنس هاي الطابة لها علاقة فيها لحظة سادنس هي رسمتها بس مش هي هاي مش سادنس رسمة شو اسمها رسمة مين يا اخي هاي اللي شو اسمها مريان رسمة مريان لان هاي شعر ابيض تمام رسمة مريان وحط عليها اشارة قلب وشفت وهي عند الطاب انها تمسك الطاب وباكت تسلم على المكان تضحك في الغابة تضحك لما اجي ساك الطابة منها وكذا هيك لما اختفت الطابة فجأة باك تضحك عليه هي حبتها من يومها فاتوقع هاي رسمة منها سادنس رسمت لها هي اتوقع اوكي تقريبا وصلت تقريبا حلو هاد جريدي خلنا نقرأها تدل عن نيران في السماء ويدوي صدى متفجر عبر براري يتساقط الشرارة طعم حسن بلوسكي الحسن هذا من شدة 1945 ايه معنا الشجرة اللي شفناها الباك عليها التاريخ يمكن هذا هو ايام الحرب النازية هاي ايام الحرب النازية في الحرب العالمية الاولى طيب اذا ايام الحرب العالمية الاولى اللي معناته جندي اللي كان حافر اسمه في هذيك الشجرة لكن المرة الثانية بسبب قناب القضاء في الهواء بسبب عرض مبهر للألعاب النار من الأسباب افتتاح كبير المنتج اوكي يعني بكشف حرب في هذه المنطقة ما كان في حرب حضر في القادة الحزب يكون كافة النظام شباب قاعد يحكي قصر مزدهر حر جيش اوه ماي
ماي جاد شباب اسف في مت. هذا المنتجع ايام الحرب، ايام هتلر، ايام النازي، ايام هتلر، ايام الحرب العالمية الاولى. هذا المنتجع اللي الفندق يا ربي. فحبوا يرمموا لانه منتجع علمي، منتجع قديم. المهم خلينا نقول منتجع، هو منتجع صحيح، منتجع قديم. حابب يرمموه وزبطوه عشان يفتحوا للعالم كمان مرة. يعني في 1945 كان في مجزر كبير، تمام، وسائد ناس موجودة عايشة من هذاك الزمن، فعشان هيك زهكان كثير يعني وتمللت يعني. تفاجأت أنا والله بصراحة يعني هذا المنتجع. ما هو طول كيف بنيته قديمة أصلا، مبين عليه الأثاث قديم، تصميم قديم، ستايل قديم يعني. هذا إيش؟ باب مسكر. طيب منه مفتاح. It all hit me as soon as I entered the room. Anguish. Fear. Longing. يو تركي في منظرها. في علامة، في إشارة فراشي فوق زي فراشي. أو كائن له أجنحة. هاي بس مقطوع الراس فوق. بس لو أيوة لاحظين كيف؟ في ساعة عشان نجيها. Grand opening, I assume. Is that the first secretary? They must have had some big plans for this place. هذا السكرتير من عارف ايش. هذا الظاهر انه كان شخص مسؤول مهم وكان في باله خطط كثير، ما دام مشارك في المشروع معناته كان مشروع كوي كثير. فشو صار معهم؟ الله اعلم، الله اعلم اعلم يعني شو صار معهم. ماتوا، شو صار؟ مات في انفجار ايش كذا بعرفش. هذا الحدث مش معروف. I could instantly tell there was more to that clock than met the eye. Locked. يبدأ ندور على مفتاح. What the hell happened here? سماء. لحظة. طاولة انكسرت كسران. تمام. بس فيش دليل انه في شيء واقع عليها اصلا. My senses jolted as I touched the phone. I could tell it had been used recently. استعمل مؤخرا. الزلمة اللي رن عليه في اول حلقة رن عليه، رن من هذا التليفون وكان مكالمة مباشرة. اوه شيت شباب، تخيلوا بكرة رن عليها من الماضي. وال والله بتكديم لما تكون هذا التلفون شغال. طب هاي كل شيء مدمر اصلا من الاصل، معناته اللي رن عليها من الماضي. Burn marks, broken glass and is that salt? اثار حريق وزجاج وملح. اوكي معناته كان في كيان شيطاني هن. Someone jotted this down recently. حديثا. قامت المهام. استيقظ لا توقف المنبه. إيه لما تستيقظ ما توقف المنبه. بعدين اشرب الدواء. وتحقق ثانية مسار الغابة. بعدين روح شيك على الغابة. اذهب الى الفندق. صف الاوراق صف الاوراق القديمة، صف الاوراق القديمة يعني شيل الاوراق القديمة تلفهن. ابدأ عمل البحثي، حمض الصور اذا ان كان هناك الوقت. يعني بيعملوا ابحاث. تحقق ثانية من المكتب كتب. تحقق من الكتب. تفقد حال ال من ال ما ندري. لحظة يمكن في شيء ثاني. Still works. Someone's been using it. طيب
كشاف. اوكي حلو. اوكي شباب راح ننهي المقطع حنا مع الاسف المنبه خلص، فيعطيكم العافيه، نراكم في فيديو قادم. سلام. We'll be right back.